يمثل الخبز المدعم ركناً أساسياً من طعام المصريين اليومي، وخصوصاً الطبقات الأكثر احتياجاً، حيث يستفيد منه نحو 72 مليون مواطن. ورغم الارتفاع المتسارع والكبير في أسعار جميع مكونات رغيف الخبز عالمياً من مواد الطاقة إلى القمح على مدار السنوات الماضية، إلا أن مصر نجحت في استيعاب الزيادة في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بنفس السعر الذي أقر قبل نحو 33 عاماً دون تغيير. من سنة 88 وحتى الآن، أي 33 سنة، ما زادش سعر رغيف العيش. نظراً لكون رغيف الخبز من قضايا الأمن القومي التي تولي لها الدولة أهمية استراتيجية كبرى، عملت على تأمينه بقدر المستطاع من خلال إنتاجها المحلي، نظراً لما يعتري المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية، حيث عملت الدولة على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. فعلى صعيد الزراعة، نجحت مصر في زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح الاستراتيجي إلى 3,600,000 فدان، بزيادة قدرها 220,000 فدان عن العام الماضي، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي. وخلال سنوات قليلة، قفز الإنتاج الكلي من القمح المحلي إلى 9 ملايين طن من أصل 16 مليون طن في السنة تستهلكها مصر، ما يعني الوصول إلى نحو 55% نحو اكتفاء ذاتي من القمح. لمواكبة هذا التطور الزراعي، تبنت الدولة المشروع القومي للصوامع، وهو واحد من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن، موزعة على 17 محافظة. بفضل هذا المشروع، أصبحت مصر تمتلك 70 صومعة على مستوى الجمهورية، مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم، بعدما كانت تمتلك عدداً قليل لا يكفي للتخزين. وكانت نسبة الهدر تصل إلى 15%، بمعنى أنه لو كانت الدولة تخزن 9 ملايين طن، فإن الهدر يصل إلى 1 مليون طن، وهذا يساوي بالتقريب نحو 4.5 مليار جنيه. زادت القدرة التخزينية لمصر بسبب هذا المشروع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 4.6 مليون طن خلال العام 2022، وهو ما يعني أن المخزون الاستراتيجي من القمح الذي يمكن تخزينه بالنظر إلى حجم الاستهلاك الشهري المقدر ب 800,000 طن ارتفع من شهر وأسبوع إلى قرابة 5 أشهر. أدت الإجراءات التحويطية التي اتخذتها مصر إلى خفض استيرادها من القمح إلى أدنى مستوياتها، حيث يتوقع استيراد نحو 5.3 مليون طن في 2022 مقارنة ب 5.5 مليون طن في عام 2021، بدعم من زيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يقيها من تقلبات السوق بسبب الأزمات كما حدث في كورونا، أو التقلبات السياسية بين المصدرين مثل ما يحدث حالياً بين أكبر مصدري القمح في العالم روسيا وأوكرانيا. لما بيحصل كورونا ولا بيحصل أزمة، تلاقي الدولة اللي أنت بتستورد منها تقول لك إيه؟ أسفة مش هديك قمح. يا ترى هنقدر نصبر لو الدولة دي قالت لا مش لا أصل أنا عندي ظروف والدولة التانية وبتاع؟ كانت للمراجعات التي أجرتها مصر على منظومة الدعم أكبر الأثر في استمرارية دعم رغيف الخبز واستقراره عند سعر 5 قروش بدلاً من 78 قرشاً هي التكلفة الفعلية لإنتاجه، حيث مكنت إعادة هيكلة الدعم الحكومي في توجيهه وإدارته بالشكل المناسب ووصوله إلى مستحقيه. مهم إن إحنا نعرف تحديد الفئات الأكثر احتياجاً عشان نفضل دعمنا زيادة، حتى لو رفعنا سعر العيش